لما صلى ذلك الصحابي خلف النبي عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام رافعا راسه من الركوع سمع الله لمن حمده قال ذلك الرجل في صلاته ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد انقضت الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام من المتكلم بتلك الكلمات انفا في الصلاه سكت الصحابه وخشي بعضهم أن يكون عتبا أعاد السؤال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية قال الرجل أنا يا رسول الله ينتظر ما التعليق قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا كلمات عظيمة شعر أنه بحاجة إلى أن يحمد الله حمدا يملأ السماء ولا يكتفي ويملأ الأرض ولا يكتفي ويملأ ما بينهما ولا يكتفي ملأ الكون علويّه وسفليّه وما بينهما وشعر أنه لا يكفي لا يكفي في مقام الحمد لله فماذا صنع قال وملأ ما شئت من شيء بعد يا رب أنت أدرى